استغل المناسبه هذه باش نسال لمين. يا سي لمين بوعزيزي، انت قريب من الشعب وقريب جدا من الشارع الاجتماعي، ما تخافش من النخبه التونسيه الهشه والضعيفه واللي نارو فيها اليوم وهي سبب كثير من البلايا، ما تخافش منها على الشارع الاجتماعي. يعني هذا اللي يخوفني، مانيش فاهم، وسؤال نعم استفهامي ماهوش احتجاجي ولا غيره والا للبوليميك. سؤال انا خائف، هل تقدر تطمنا يا سي لمين في لو التقى الشارعان ما يطغاش الشارع السياسي ويحول وجهة الاحتجاجات الاجتماعية ويبرد، ولا ربما يقضي على جذور ثورة شعبية حقيقية توصل بنا للتغيير الفعلي في البلاد؟ نعم، اللي أربط مع سؤالك واستفسارك أستاذ بكار، أستاذ لمين، نخبة سياسية لا تقوم بالثورات. النخبة ربما هي قد تكون بعض الأحيان قادح أو تتوج، في العادة الشارع الاجتماعي يقوم بالثورات، ما ثمش نخبة تقوم بالثورة. وإنما وحتى لا نظلم الشارع، هو ربما سابق الأوان مش نحكي على الشارع الاجتماعي، ولكن الاحتجاجات الاجتماعية التي شرارتها انطلقت من التضامن هذه الأيام قبل 5 أيام، شعارها مش الخبز، العدالة. تعرف أنه كان قادحها يعني هذه، هذا الحراك هو انتفض ضد السلطة. تعرف أنه ثم مواطن استشهد اسمه مالك السليمي، تم إسقاطه من قبل المرور والبوليس من فوق دراجته، وبعد أيام استشهد، توفى الله يرحمه. يعني المطلب نتاع هذا الحراك هو محاسبة البوليس، يعني مهم جدا. صحيح ثم أزمة يعني تخبز وفاقة اجتماعية، ولكن هي تطالب بالعدالة. إذا هنا السؤال، يمشوا مع بعضهم الشارع الاجتماعي والاحتجاج الاجتماعي مع السياسي، وإلا تخليه ياخذ دورته حتى ينمو هذا الحراك بعيدا عن التوظيف أو ربما التوجيه السياسي؟ سادتي، في التاريخ، في تاريخ الثورات، يعني موازين قوى يقلبها الشارع، لكن يعني في غيبة لغة سياسية واضحة ونخب يتم الالتفاف على هذه التضحيات. مش باش نحكي لك على 1864 والتلاعب ب يعني تضحيات الناس. الثورة البولشيفية بدأت مسائل اجتماعية، لكن عندما حضر البلاشفة كحزب منظم معناها مشات الامور يعني نحو الثوره. الثوره في 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 تونس على الاقل نتحدث على 10 سنوات ما زلنا نذكرها بتفاصيلها. ما الفارق؟ الفارق هو وجود نخبه سياسيه جذريه حولت ماساه فرد الى ماساه جماعه، وضخت من الشعارات السياسية داخل انتفاض اجتماعي كي لا يظل يعني مطلبيا. في غيبة النخبة السياسية الجذرية، في غيبة الشعارات السياسية، مهما تكون الشعارات الاجتماعية والتضحيات على مستوى الشارع، يتم الالتفاف عليها واحتوائها وترويضها بمجرد حل تلك المشكلة، يعني أنه إيقاف أو محاكمة الضباط الذين قتلوا يعني شاب ما، او انك تحل مساله الجونات في غرق يعني بعض الشباب اللي حارقين في البحر، او 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 او. الغضب الاجتماعي دائما مطلبي يتوجه الى السلطه، لكن كيف يقلب السلطه عندما توجد نخبه سياسيه تمكنه يعني وتضخه وتشربه التشريب بشعارات سياسيه جذريه، لان المعركه في جوهرها مضمونها اجتماعي لكن جوهرها سياسي. هنا نحب نصلح حاجه الاخوين حسين وبكار والساده المشاهدين، انه عندما يعني نحكي على النخبه السياسيه دائما يمشوا الناس الى بعض النخب المستهلكه او بعض النخب الحواضريه. النخب ليسوا هؤلاء فقط، في الثورة كانت فيه نخب سياسية غير مسوقة، لكن يعني نخب سياسية تستقوي بالناس. والفارق بينها وبين النخب السياسية التقليدية أن النخب السياسية التقليدية تريد من الشارع أن ينخرط في معاركها، والنخب السياسية الجذرية تنخرط في معارك الشارع
لكن تضخ له الجملة السياسية. بدون جملة سياسية واضحة لا يتغير النظام وتضيع تضحيات الشارع الاجتماعي ويتم التلاعب به. تتذكر أنت الشباب وين البترول وبعدين الجنان في حضن الانقلابي. وبالتالي أخي جريمة أن نفصل بين السياسي والاجتماعي، وإنما نقول لا لتلاعب النخب التقليدية، نعم، لكن لابد من وجود نخب سياسية تنخرط في معارك الناس وتضخ لها المعنى. بدون سياسي مهما تكون التضحيات يتم التلاعب بها وتبريدها كأنك صبيت طرف ماء على جمرة حشك. نعم.